والله ان تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد اذنكم بس تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصلكم كل جديد، ولأنه فيكم بيتابع مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2023 2024. ونبدأ أولا مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأدب 2023، كلية طب الأسنان 200,000 جنيه، كلية التكنولوجيا الحلوية 112,200 جنيه مصري، كلية الهندسة 108,100 جنيه مصري، كلية العلوم الحاسب 98,750 جنيه مصري، كلية العلاج الطبيعي 140,300 جنيه مصري، كلية الصيدلة 134,000 جنيه، كلية الفنون والتصميم 103,400 جنيه، كلية اللغات والترجمة 68,750 جنيه، كلية علوم الإدارة 94,000 جنيه، كلية الإعلام 94,000 جنيه. ثانيا مصاريف جامعة مصر الدولية 2023، كلية طب الأسنان 100,625 جنيه للترم الواحد، كلية الألسن 35,700 جنيه للترم الواحد، كلية إدارة الأعمال 49,350 للترم الواحد، كلية علوم الحاسب 50,000 جنيه للترم الواحد، كلية الهندسة 47,300 جنيه للترم و300 جنيه للترم الواحد، كلية الإعلام 49,350 جنيه للترم الواحد، كلية الصيدلة 55,125 جنيه للترم الواحد. ثالثا مصاريف جامعة المستقبل 2023، كلية طب الأسنان 108,000 جنيه، كلية الصيدلة 108,000 جنيه، كلية الهندسة 75,000 جنيه، كلية العلوم الحاسب 73,000 جنيه، كلية علوم الإدارة 65,000 جنيه، كلية الاقتصاد 60,000 جنيه. رابعا مصاريف جامعة نيو إيذا 2023، كلية الطب البشري 204,000 جنيه، كلية طب الأسنان 193,000 جنيه، كلية الصيدلة 121,000 جنيه. مصاريف جامعة النهضة 200,2023، كلية الصيدلة 56,925 جنيه، كلية الهندسة 31,625 جنيه، كلية الطب البشري 99,750 جنيه، كلية طب الأسنان 74,175 جنيه. مصاريفها يا جماعة 6 أكتوبر 2023، كلية الصيدلة 90,000 جنيه فارما و 100,000 جنيه كلينيكال، كلية العلاج الطبيعي 75,000 جنيه، كلية الطب والجراحة 140,000 جنيه، كلية طب الأسنان 110,000 جنيه، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 42,000 جنيه، كلية الاقتصاد قسم عربي 33,000 جنيه، كلية الهندسة 55,000 جنيه، كلية التمريض 30,000 جنيه، والتمريض التخصصي 35,000 جنيه، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 40,000 جنيه، كلية الفنون التطبيقية 44,000 جنيه، كلية السياحة والفنادق 25,000 جنيه، كلية اللغات والترجمة 35,000 جنيه إنجليزي و30,000 جنيه عربي، كلية التربية 30,000 جنيه عربي وإنجليزي حاسب آلي. مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأدب 2023، كلية طب الأسنان 200,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي 140,300 جنيه، كلية الصيدلة 134,000 جنيه، كلية التكنولوجيا الحيوية 112,200 جنيه، كلية الهندسة 108,100 جنيه، كلية العلوم الحاسب 98,750 جنيه، كلية الفنون والتصميم 103,400 جنيه، كلية علوم الإدارة 94,000 جنيه، كلية الإعلام 94,000 جنيه، كلية اللغات والترجمة 68,750 جنيه. مصاريف جامعة النهضة 2023، أكدت جامعة النهضة برئاسة الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة مصاريف العام الجامعي الجديد 2023-2024 عبر موقع إلكتروني. كلية الطب البشري 99,750، كلية طب الأسنان 74,175، كلية الصيدلة 65,925، كلية الهندسة 31,625. الأوراق وشروط التقديم في جامعة النهضة الخاصة 2023، أولا بيان درجات تفصيل الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية، وصورة من البطاقة الشخصية، ومن 3 إلى 12 صورة شخصية، وأربع رابعا نموذج 2 إلى 3 جند
الخاصة بتأجيل التجنيد الدراسي من مندوب التجنيد باختيار الشرطة أو من إدارة التجنيد بمنطقة الحلمية أو من مناطق التجنيد. خامسا وأخيرا صورة من جواز السفر وخطاب عدم معاناة للدراسة بالجامعة من السفارة التابع لها الطالب، وذلك للطلبة الأجانب. مصاريف جامعة سيناء 2023، كلية العلوم الهندسية 37,000 جنيه، كلية تكنولوجيا المعلومات 21,000 جنيه، كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولي 19,190,000 جنيه، كلية تكنولوجيا الإعلام 19,000 جنيه، التصنيع الدوائي 51,000 جنيه، الفم والأسنان 60,000 جنيه. مصاريف جامعة مريد 2023، العلاج الطبيعي 68,000 جنيه، الطب البشري 120,000 جنيه، الصيدلة 66,000 جنيه. مصاريف جامعة فاروس 2023، مصاريف كلية الصيدلة 104,000 جنيه، فارمادي و 94,000 جنيه، كلينيك كلية طب الفم والأسنان 161,000 جنيه، الهندسة 75,000 جنيه، تكنولوجيا العلوم الصحية 77,000 جنيه، علوم الحاسب 72,000 جنيه، الإعلام 66,000 جنيه، الدراسات القانونية 53,000 جنيه، السياحة والفنادق 57,000 جنيه، العلاج الطبيعي 95,000 جنيه، اللغات والترجمة 67,000 جنيه، العلوم المالية والإدارية 69,000 جنيه. وبهذا قد أوفيناكم بمصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2023-2024. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس لدعم الوظائف، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.